السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون بخصوص فورمات الهارد ديسك بتاعنا من الدوس. هنتعلم إزاي نفورمات الهارد ديسك بتاعنا من الدوس من غير ما ندخل على الجهاز، وكمان هنتعلم مع بعض إزاي نقسم الهارد ديسك من غير ما ندخل على الكمبيوتر بتاعنا. تمام؟ طيب، وظيفة الموضوع اللي إحنا بنشرحه النهاردة ده وظيفته إيه؟ أحب بس أوضح للناس نقطتين مهمين. هو إنك لو فكرت في يوم تبيع جهاز الكمبيوتر بتاعك ومسحت الداتا اللي عليه أو الصور اللي عليه أو المعلومات اللي عليه عشان محدش يقدر يرجع لها، او عشان الشخص اللي هيشتري منك الجهاز ما يقدرش يرجعها، احب اقول لك ان انت تصرفك ده خاطئ مليون في المية. يعني الكلام ده غلط غلط غلط، قلتها 3 مرات. تمام؟ طيب، اذا اول وظيفة لفورمات الهارد من الدوس هي ان اللي اشترى الكمبيوتر بتاعك مش هيقدر يرجع البيانات اللي انت مسحتها او عملت لها فورمات. تمام؟ يعني الفورمات بتاع الهارد ديسك من الدوس هيخلي لك الهارد بتاعك جديد لانج، اكنك لسه شاريه من الشركه ما تحطش عليه اي بيانات قبل كده. تمام؟ اظن النقطه دي واضحه لكل الناس، مش محتاج اشرح فيها اطول اكتر من كده عشان وقت الفيديو. تاني وظيفه لفورمات الهارد ديسك من الدوس هي ممكن يكون عندك فيروس لازق على الهارد منعك من ان انت تنزل ويندوز او ان انت تحط انتي فيروس او ان انت تعمل اي حاجه على الجهاز بتاعك. حتى وانت بتنزل ويندوز بيبقى الجهاز بتاعك بطيء. تمام؟ هنستخدم برنامجين، برنامج اسمه فورمات الهارد وبرنامج تاني اسمه ميني تول. تمام؟ مبدئيا عشان نبقى واضحين برضو مع بعض، برنامج فورمات الهارد هيكون مساحته 10 ميجا موجود تحت الفيديو، والميني تول مساحته 48 ميجا، والاثنين في ملف ايزو زي ما انت شايف. هتحرق ده على فلاشة او على اسطوانة، وتحرق ده برضو على فلاشة او اسطوانة عشان تبدأ تستخدمهم. تمام؟ برنامج فورمات الهارد دوت هيساعدك في ان انت تفرمت الهارد بس، لكن مش هينفع تقسم بيه الهارد بتاعك. تمام؟ انا كلامي واضح اهو عشان محدش جه يسال يقول لي طب اقسم الهارد ازاي. فورمات الهارد، برنامج اللي اسمه فورمات الهارد ده بيفرمت فقط، مش بيعمل تقسيم. تمام؟ اما الميني تول هيفرمت وهيقسم. تمام كده؟ واضحه ديت؟ تمام. هنبدا الشرح على بركه الله. اول برنامج اللي هو برنامج الفورمات للهارد، ده اللي احنا هنفرمت بيه الهارد من الدوس عشان لو في فيروس اتمسح، او عشان لو حاولت في يوم تبيع جهازك محدش يقدر يرجع البيانات اللي كانت عليه. زي ما قلت طبعا البرنامجين في شكل ملف ايزو، يعني الاول عشان تستخدمهم لازم تحرقه على فلاشة او اسطوانة عشان تعمل بوت من الويندوز من بره اكنك بتنزل ويندوز. تمام؟ دلوقتي انا هشرح لك اللي هيظهر اول ما تشغل الفلاشة بتاعتك او الاسطوانة. زي ما احنا شايفين، بمجرد ان انا عملت ريستارت للكمبيوتر بتاعنا ووصلت الفلاشه او الاسطوانه عشان اعمل فورمات للهارد ديسك من الدوس زي ما اتفقنا ببرنامج الفورمات للهارد، ظهر لي الشاشه الزرقاء دي. كل اللي عليك تدوس انتر. تمام؟ وهتستنى لحد ما يدخل على الخطوه اللي بعد كده، ما تعملش اي حاجه، تستنى لحد ما يخلص خالص عشان ما تسببش في اي مشكله في البرنامج او في الهارد بتاعك وترجع تقول الهارد باظ. استنى لحد ما يخلص خالص. طبعا هو عندك هيكون اسرع من كده، انا بس عشان شغال على نظام وهمي. تمام؟ زي ما احنا شايفين دخلنا على الخطوه اللي بعديها، بيحمل شويه حاجات كده، هتسيبه برده لحد ما يخلص عشان يدخلنا على الصفحه اللي بعدها. برده ما تدوسش اي حاجه، تستناه خالص لحد ما يخلص. تمام؟ دخلنا على صفحه بالشكل ده. كل اللي عليك ان انت هتيجي تدوس من الكيبورد حرف الام. تمام؟ هيظهر لك الشكل ده، هتنزل تحت بالاتجاهات او بالسهم اللي تحت وتختار اخر واحده اللي هي بي ار ان جي. تمام؟ وندوس انتر، وبعدين هيظهر لك الصفحه دي، هتدوس على حرف الار. تمام؟ وبعدين هيدخلك على صفحه زي دي، هتمسح حرف او رقم الواحد اللي مكتوب وتكتب بداله رقم 8. تمام؟ وتدوس انتر. وبعدين هنا اخر خطوه هي انك هتدوس على زرار المسطرة، زي ما احنا شايفين كتب لنا هنا وايب. تمام؟ يعني مسح. بعد كده هتدوس على F10 عشان يبدأ عملية الفورمات. طبعا قبل ما ادوس عايز اقول برضو على حاجة، هي ان موضوع الفورمات ممكن يقعد معاك ساعة، ساعتين، ثلاثة، اربعة، على حسب مساحة الهارد ديسك بتاعك. 500 جيجا، 1 تيرا، 2 تيرا، على حسب. سيبه لحد ما يخلص، ما تعملش اي حاجة، لكن في الاخر النتيجة مضمونة مليون في المية، وهتلاقي الهارد بتاعك جديد لانج من غير ما فيهوش اي مشاكل. تقدر تقسمه وتنزل ويندوز براحتك زي ما انت عايز، لو في فيروسات هتتشال طبعا.
لكن اهم حاجه تسيبه ياخد وقته لحد الاخر. تمام. طبعا اخر حاجه هندوس على F10، زي ما احنا شايفين بدأ العداد اهو يعد. تمام. طبعا لازم تستنى لحد ما توصل 100%، ما تعملش اي حاجه خالص. ده كده بالنسبه، طبعا مش هيظهر لك الرساله دي، انا بس عشان شغال على نظام وهمي. تمام. ده طبعا كده بالنسبه ل يعني فورمات الهارد ديسك من الدوس، زي ما احنا شفنا طريقه سهله وبسيطه ما فيش فيها حاجه. وزي ما قلت لك اهم حاجه تكون يعني تسيب الجهاز بتاعك يعمل عمليه الفورمات، ما تستعجلهوش، ياخد ساعه ساعتين وقت ما ياخد مش مهم، المهم ان العمليه مضمونه 100%. تمام. بعد كده هندخل على البرنامج الثالث اللي هو البرنامج الثاني اللي هو برنامج الميني تول، اللي احنا هنمسح بيه البارتيشن اللي موجود على الهارد وهنقسم بيه من جديد. تمام. زي ما احنا شايفين بعد ما حرقنا برنامج الميني تول على على الفلاش او اسطوانه، هيظهر لك شاشه هتدوس فيها انتر على اول اختيار، وبعدين هيدخلك على شاشه بالمنظر ده. تمام. اهم حاجه في الشاشه الزرقاء رقم 1 هتدوس اول اختيار، هيجي لك 3 اختيارات هتدوس على اول واحد، وبعدين هيدخلك على الصفحه اللي بتحمل اللي انت شايفها دي، هتستناه لحد ما يخلص تحميل. تمام. عشان يدخلك على البرنامج وتبدا يعني تمسح البارتيشن بتاعتك وتبدا تقسم من جديد. البرنامج ده زي ما قلت ممكن تفرمط بيه وتقسم، مش شرط ان انك تستخدم برنامج فورمات للهارد. تمام. هتستناه لحد ما يخلص العداد دوت. وبعدين هيفتح معانا البرنامج زي ما احنا شايفين. طبعا البرنامج احنا كنت عامل له شرح قبل كده، اللي هو بيستخدم فيه يعني تصليح الفلاش ميموري والفلاش ديسك والكلام ده كله. تمام. وتزويد وتقليل مساحات البارتيشن. النهارده برضه هنستخدمه لكن في صيغه ملف ايزو، هنستخدمه من الدوس عشان نبدا نقسم الهارد بتاعنا. تمام. دي واجهه البرنامج، اول ما هيفتح معاك هيكون بالمنظر اللي انت شايفه ده، هيدي لك فوق هنا كده البارتيشن اللي موجوده على الهارد، طبعا ده لو انت مقسم الهارد بتاعك. تمام. دلوقتي احنا هنبدا في اول حاجه مرحله ان احنا نمسح البارتيشنات دي عشان نقسم تقسيم من جديد. تمام. هنبدا نمسح البارتيشن دي عشان نقسم تقسيم من جديد، فهتيجي على بارتيشن تقف عليه كليك يمين وتعمل ديليت. تمام. تيجي برده هنا كليك يمين وتعمل ديليت. طبعا اللون الازرق ده معناه ان البارتيشن متقسم، لو اتحول معاك رصاصي معناه ان التقسيمات بدات تروح. تمام. هتيجي هنا برده كليك يمين تعمل ديليت، كليك يمين وتعمل ديليت. تمام. زي ما احنا شايفين الهارد عندنا بقى فاضي مفيش فيه اي حاجه، طالما شريط لونه رصاصي كده معناه ان الهارد بتاعنا مش متقسم. تمام. دلوقتي هنبدا في مرحله تقسيم الهارد، زي ما احنا متفقين برضه احنا كل ده في تقسيم الهارد من الدوس من بره، زي ما الناس طلبت مني على الجروب بتاعنا على الفيسبوك. تمام. يا ريت الناس تكون مركزه معايا، لان غلطه واحده في البرنامج ده بتودي الدنيا في داهيه. تمام. اول حاجه هنعملها هنيجي نقف على شكل الهارد او ايقونه الهارد، هنا ندوس كليك يمين ونعمل ريبيلد ام بي ار. تمام. وبعدين هتيجي تدوس على الشريط الرصاصي كليك يمين وتعمل كرييت او كرييت من فوق من هنا. تمام. هيظهر لك المنظر اللي احنا شايفينه. مبدئيا كده عشان تقسم الهارد بتاعك بيبقى متقسم سي ودي واي واف وجي والكلام ده كله، طبعا انت بتنزل الويندوز بتاعك على السي، فلازم يكون البارتيشن اللي انت هتنزل عليه الويندوز يكون السيستم بتاعه شغال بنظام برايمري. تمام. في عندنا في الهارد حاجتين، حاجه اسمها برايمري ولوجيكال. احنا هنشتغل على البارتيشن السي لازم يكون برايمري، وبقيه الهارد مش مهم يكون لوجيكال. تمام. فطبعا احنا هنبدا نقسم زي ما احنا شايفين، بعد ما دوسنا كريت صار لنا المربع اللي احنا شايفينه دوت. هتيجي هنا تختار من هنا برايمري. تمام. وهتحدد من هنا انت عايز مساحه السي بتاعتك كام. طبعا الهارد كله هنا 494 ميجا، فطبعا انا مثلا عايز السي مثلا 200 ميجا مثلا، فهرجع كده لحد ما يبقى 200 ميجا. تمام. اذا المساحه اللي انا حددتها دي سحبت كده من اول هنا لحد النص كده 200 ميجا، دول هم دول السي. تمام. وبعد كده هدوس على اوكي. زي ما احنا شايفين نزل لنا هنا اهو البارتيشن مساحته 200 ميجا. تمام. كل اللي عليك قبل ما تبدا في تقسيمات جديده هتدوس على كلمه ابلاي. تمام. هنا بيقول لك خلي بالك انت لو موصل فيشه لابتوب لازم تكون مشغل كمان البطاريه، لان لو النور قطع هتسبب لك مشاكل في الهارد بتاعك، فاحنا في غنى عن المشاكل دي، يا ريت تكون مشغل البطاريه كيعني امان احتياطي. تمام. فهندوس على يس وهتستناه لحد ما يخلص تحميل. هو كده بيعمل تقسيمة البارتيشن بتاع السي. ما تنساش موضوع البرايمري واللوجيكال عشان لازم يكون السي برايمري. تمام. خلاص قال لك سكسسفولي، هتدوس على اوكي. زي ما احنا شايفين ده البارتيشن بتاع السي. خلاص هنيجي نقسم دلوقتي بارتيشن تاني، هتقف عليه كليك يمين
وتختار كريت. تمام، مش مهم بقى سيبه لوجيكال زي ما هو، مش مهم تختار برايمري من هنا. تمام، انا مثلا عايز البارتيشن دوت مثلا 100 ميجا، فحاجه من هنا كده اسحب لحد ما تبقى 100 ميجا. تمام، يعني 99 خليها 99 ميجا. تمام، ده البارتيشن التاني مساحته اهو، وهقول له اوكي. تمام، وبعدين هدوس على ابلاي، هنا برضه هقول له يس، وهستناه لحد ما يخلص. طبعا الخطوات دي هنعملها في كل تقسيمه مع كل بارتيشن. خلاص قال لك سكسسفلي اوكي، خلاص كده ده بارتيشن مثلا نفترض ان هو الدي او الاي. تمام، هعمل بارتيشن تالت مثلا، هقول له كليك يمين واعمل كرييت. تمام، وهخليه مساحته زي ما هو بس كده، يعني خلاص هخلي الهارد بتاعي تلات بارتيشن مفيش مشكله. وبعدين هقول له اوكي. تمام، وبعدين هدوس على ابلاي، وبعدين يس تاني هنا، وبعدين هستناه لحد ما يخلص تحميل برده، ويديني الرساله اللي مكتوب فيها سكسسفلي، وبكده يكون احنا قسمنا الهارد بتاعنا من الدوس من غير اي مشاكل. تمام، خلاص قال لك سكسسفلي، هتدوس اوكي. كده الهارد زي ما انت شايف متقسم ثلاث اجزاء. دلوقتي تقدر انك تعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك، وتبدا تختار البارتيشن بتاعك، وتنزل ويندوز وانت ما عندكش اي مشاكل ولا فيروسات ولا اي كلام من ده خالص. تمام، ما تنساش قلت لك البرنامج ده تقدر تفرمط بيه وتعمل تقسيم. مش معنى ان احنا مسحنا بارتيشن يبقى الفيروس موجود، لا، انت مجرد انك عملت ديليت لكل بارتيشن على الكمبيوتر بتاعك، ده معناه ان انت برضه فرمطت الهارد بشكل قوي شويه. تمام، ده كان درس النهارده، اتمنى الناس تكون استفادت معايا، يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لهم. لو في اي حاجه وقفت معاه اي مشكله في موضوع البارتيشن او الفورمات او التقسيم او الكلام ده كله، يقدر يكتب لي كومنت على القناه بتاعتي تحت الفيديو، او على الجروب بتاعنا على الفيسبوك. تمام، كل اللينكات دي هتكون موجوده تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك، وسبسكرايب على القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.